إذا رأيت منكرًا أستطيع أن أنكره بلساني، ولكن لم أنكره بلساني فانتقلت إلى الإنكار بقلبي خوفًا من صاحب المنكر، فهل أقع في الشرك الأصغر لأنني خفت المخلوق فتركته أمرًا واجبًا؟ إذا كان الخوف محقق أنه سيبطش بك أو يصيبك بشيء فأن تنتقل إلى الإنكار بالقلب لأنك لا تستطيع، أما إذا كان الخوف وهمي ليس محققًا فلا يجوز لك أن تخاف الناس وتخشى الناس ولا تخشى الله، إذا كان الخوف وهمي ما هو محقق أو هو ما يقدر على أنه يضرك فأنكر عليه. نعم.